نحن ضد الاحتفال الذي يسرق من الجماهير اللي قامت بالثورة، ضد احتفال يتعدى تحت راية الحكومة اللي موجودة الآن، ضد الاحتفال الذي يعطي الكلمة للملتفين، ضد وقالت راهي عملية التلتفات كبرى باقي تحدث على المسار الثوري وباقي تحدث على مطالب الكتلة الطبقية المفقرة والتي لا تملك. يتخرج هذه الحكومة اللي يقولوا خرجت على انتخابات شرعية، احنا نقولوا ما نمشوش في مسار الاحتفال اللي يحضر فيه الجبالي. حاجة أخرى أريد أن أقولها، أنه ماناش ضد انتخابات بالعكس، ولكن ضد انتخابات على قاعدة أخرى، ليست على القاعدة الالتفافية، ليس على قاعدة أن نخرج فيها نحن بقايا. نحن على قاعدة انتخابات أرضيتها القانونية تخرجنا نحن الرؤوس ولسنا نحن البقايا. الديمقراطية اللي طالبوا بها ماشي ديمقراطية المجلس، ليست ديمقراطية الأحزاب اللي اليوم موجودة، ومن أجل ديمقراطية تتحقق يصل فيها أبناء تونس إلى إدارة سلطتهم وثروتهم وإقرار الديمقراطية التي يريدون، وليس الديمقراطية التي يفرضها الإمبريال الأمريكي والفرنسي والأحزاب التي تسير في ركابهم. وشكرا لكم. احنا نقولوا ما نمشوش في مسار الاحتفال اللي يحضر فيه الجبالي. حاجة أخرى أريد أن أقولها، أنه ماناش ضد انتخابات بالعكس، ولكن ضد انتخابات على قاعدة أخرى، ليست على القاعدة الالتفافية، ليس على قاعدة أن نخرج فيها نحن بقايا. نحن على قاعدة انتخابات أرضيتها القانونية تخرجنا نحن الرؤوس ولسنا نحن البقايا.